لا تعتبر إرادة البناء من ناحية التنمية البشرية من أهم ما يمتلكه الإنسان في حياته، وهي تعتبر العماد الرئيسي في رسم حاله ومستقبله. وقد تميز السوريون عبر تاريخهم بامتلاكهم هذه الإرادة، وخاصة بعد الأزمات، عن إرادة البناء لدى الإنسان بشكل عام، وما يميزها لدى الإنسان السوري بصفة خاصة ستكون أكيد محاور حديثنا الشيق اليوم مع الأستاذ محمد خير اللبابيدي، الخبير في علوم التنمية البشرية وأصول الانتماء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك. فيك. يسعد صباحك سمار، يسعد صباحك ليا، يسعد صباح الكادر الجميل، وأكيد يسعد صباح مشاهدينا أينما كانوا. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك ويسعد صباحك. يعني اليوم خلينا نحكي شوي عن الإرادة. ظروفنا كتير صعبة مرقت علينا، بتحس الإرادة خفت، وخاصة باتخاذ قرارات، وخاصة يمكن باختيار مصير، إن كان بالعمل، إن كان ببيت، إن كان بزواج، إن كان بأي شيء بخص الإنسان. شو هي الإرادة؟ هلا الإرادة أنا بشبهها مثل سلاح الجندي بالمعركة، يعني الجندي بالمعركة بلا سلاح يعني إنسان مهزوم سلفا، وبالتالي علينا دائما أنه نحن نتمسك بسلاحنا اللي هو الإرادة. الإرادة تحتاج إلى شحن، تحتاج إلى طاقة، بقدر ما يكون الإنسان يمتلك الإرادة الإيجابية المشحونة إيجابا بقدر ما يكون هو أقوى من الظروف. يعني الآن نحن لا شك بدون تنظير نحن نعيش ظروف صعبة، وعلى فكرة مو بس نحن اللي عم نعيش ظروف صعبة، شعوب أخرى عم تعيش بظروف صعبة، وشعوب أخرى عاشت بظروف صعبة. في شعوب نتيجة الظروف الصعبة انمحت، اندثرت. ليش؟ لأنه ما امتلكت الإرادة، كانت الإرادة يعني بالحضيض أو سلبية فراحت واندثرت. وفي شعوب بالظروف الصعبة كانت تمتلك الإرادة الإيجابية فاستثمرت الظروف لإبداعات وأصبحت في مصاف الدول العالمية، مثل مثلا اليابان، مثل الصين اللي هن مثلا، مثل ماليزيا مثلا، مثل سنغافورة. في أمور كتير مثلا مرقت على هذه الدول، ظروف اجتماعية، ظروف نفسية، كانت بصراحة الألمان مثلا كانت بصراحة لولا وجود الإرادة الإيجابية المشحونة إيجابا لكانت هذه الشعوب انتهت، ولكن خلال سنوات أصبحت في مصافي الدول العظمى. وبالتالي نحن الإرادة هي اللي بتخلينا نعرف نتعامل مع الظروف سلبا أو أكيد. إيجابا. أكيد. خلينا نحكي عن إرادة السوريين نحو البناء، وخلينا نحكي في كثير عن نماذج وأمثلة عن إرادة السوريين وتحديهم للأزمات الصعبة. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، تعطينا بعض الأمثلة. هلا بالتأكيد نحن كسوريين يعني أنا بسميهم شعب الصابرين الجبارين. تمام. شعب الصابرين الجبارين، يعني احنا الان بحاله اقتصاديه صعبه، طالعين من ازمه مثلا عسكريه صعبه، لا شك كلياتنا بنعرف دول العالم كلياتها مثلا مثل ما بنقول يعني صارت علينا او اشتغلت فينا او او او، والى الان الحمد لله ما زلنا يعني نسبه كبيره منا حنقول ما زلنا متفائلين، ما زلنا عم نطلع الصبح على شغلنا، عم نعمل، عم نساوي، عم نبني. في امور احنا كثير عم نساويها، في تدبير لحنا يعني رغم الحصار مثلا في عنا تدبير، في عنا يعني كثير امور الحمد لله احنا عم ننتجها، وجودنا مع بعض الان، شغلنا. يعني انا بتطلع بشوف مثلا العامل السوري او الموظف السوري اللي عم يطلع من الساعه 8 على بيته والمواصلات وكذا، وعم يقعد على مكتبه على راتب بصراحه يعني ما اقل شيء بقول عليه مضحك، فهذا بصراحه والله انسان نقي، انسان انا بتمنى له ان شاء الله يا رب المزيد من الصبر، وبتمنى من الجهات المعنيه كمان تهتم فيه اكثر انه بيستاهل. يعني بصراحة نحن مستمرين الحياة، سوريا بلد لا يموت عبر التاريخ. يعني أنت إذا تروحي مثلا على الجامع الأموي الآن وبأرجيك الصور اللي صارت بعد الحريق تبع الجامع الأموي أو بعد الهزات الأرضية، بتقولي هذا مستحيل يرجع لشكله، وفعلا بإرادة السوريين رجع وصار الآن يعني أيقونة تراثية عم تجيب السياح من كافة أصقاع العالم. قصر العظم، امبارح كنت أنا بجولة على مثلا بيت الرئيس الأسبق شكري القوتلي اللي هو أثرا بعد عين، جهود سورية، شركات سورية، شباب سوريين، بنائين سوريين عم يرجعوا هالعقار هذا لرونقه التراثي كما كان. يعني الحجر القديم كيف عم ينحط وكيف عم يطلع وكيف عم ينحفر بالمقاييس، يعني هذا لا شك إبداع بظروف صعبة الآن نحن عم نعيشها. فالظروف لا توقف إبداع، إنما عند الإنسان الذي يمتلك الإرادة الظروف القاسية فرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات، لأنه
وقت بتجي مثلا اسئله البكالوريا سهله وبينجحوا الكل، او مثلا مثل السنه الماضيه بسبب الكورونا نجح كل الطلاب، ما حسنت تقولي للطالب مبروك. ليش؟ لانه بظروف سهله ونجاح اوتوماتيكي، بينما بتجي الاسئله صعبه وبيقول لك والله الاسئله صعبه وكانت الظروف صعبه ويطلع انسان ناجح اولي، الناس كلها بتبارك له وبتصير صورته بالمدرسه ويمكن بقى تعملوا معه انتم لقاء. ليش؟ لانه حقق شيء بظروف صعبه، وبالتالي الظروف الصعبه هي فرصة لكثير من الناس الناجحين طبعا. بشرط امتلاك الإرادة. تمام، يعني عم نشوف الإرادة دائما عند السوريين، يعني عن جد هالسنة كانت جبارة وشفنا ناس عن جد ما معقولين قد عندهم هي الإرادة، بس دائما أو بتجي حالة أو فترة بيتعب الإنسان إنه إرادة 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 وتبريرات لظروف عم تصير يعني خارج عن نطاق إرادته، عم تحكمه ظروف كتير صعبة. لما الإنسان تخف إرادته كيف فيه هو يرجع يجددها ويحييها من جديد؟ هلا لا شك نحن بنمرق بحالات مزاج منخفض، يعني نحن لا شك إنه بيجينا ظروف، مثلا بيجينا أحيانا طاقات سلبية، بيجوز نقعد مع ناس سلبيين، بيجوز نقرأ خبر سلبي، الإنسان يتأثر، دائما بقول أنا يتأثر بما يرى، بما يأكل، بما يسمع، وبالتالي دائما نحن بنقول نحن دائما أنت خالط الإيجابيين، خالط المتفائلين، خالط الناس اللي عم ينجزوا، يعني أنت واحد من اللي حواليك، يعني إذا بتعدي مثلا مع ناس فاشلين بعد فترة حتكوني مثل حكايتهم وتعتبري الفشل نجاح. لاحظتي كيف؟ أنه مثلا أخي أنا هلا ما بدي أشتغل، هلا ما بدي أعمل، أخي ما في مثل بعضها مثل كذا، فأنت عم تتباهى بانهيارك، عم تتباهى بفقرك، عم تتباهى، عم تعطي مبررات للحالة اللي أنت فيها، بينما بتقعد مع ناس عم تنتج، عم تعطي، عم تبني، عم تأوجد بدائل. دائما نحن في عنا بدائل، يعني من رحمة رب العالمين علينا أنه نحن ما بدي علينا من كل الظروف، يعني بتجي مثلا ظرف بيكون الظرف الثاني أشوى شوي، لذلك نحن بدنا نعيش بالتركيز، يعني دائما أنت ركز على الإيجابيات. يعني أنا بقول للناس اللي عم تسمعني الآن بمختلف الظروف، حتى بالظروف اللي أنتوا الآن عايشين الظروف الصعبة، أنتوا الآن وضعكم الحالي هو حلم لملايين غيركم، يعني اللي مثلا عم يعاني من ضائقة مادية لكن صحته وعافيته موجودة، هو هالصحة والعافية هي حلم لملايين الناس موجودة بالمشافي الآن وعم تستنى العملية أو عم تستنى غسيل الكلية أو عم تستنى تبديل الدم أو عم تستنى إلى آخره. فدائما ما بتضيق على الانسان من كل الجهات من رحمه رب العالمين، بتضيق من جهتين وفي جهات اخرى، فانت دائما ركز على الجهات المفتوحه وتقبل يعني الامر الاخر بنفس رضيه، لانه شرط تجاوز الامر انه تكون نفسك رضيه زهراويه معه، يعني مثل اذا كانت نفسه رضيه واذا كان بيتقبل انه يطلع من حاله الكآبه او يقدر يتخطى الصعاب اللي هو عم بيعيشها. طيب في اشخاص ما عندهم تقبل، وفي حتى الواقع اللي عندهم ما عم بيتقبلوا، حتى عائلتهم والاشخاص المقربين خلص يعني انحادوا وما عاد بدهم يشوفوا حدا وما عاد كثير اكتئبوا، يعني كيف ممكن يتخطوا الصعاب بعد ازمه كثير كبيره عاشوا فيها برايك؟ انا وقت بيجوا لعندي الناس مثلا عم تعاني من حالات نفسيه للمركز الاستشاري، تمام، بقول له طبيبك مو هو محمد خير لبابيدي، طبيبك هو انت، يعني انا بعطيك ارشادات، بعطيك تعليمات، بعطيك افكار انت بقى بدك تغرسها وتتبناها وتشتغل عليها، يعني طبعا. اذا مثلا رحتي انت عند طبيب واعطاك راشيته وادويه وما اخذتيها شو استفدتي؟ فما استفدت، فانت طبيبه نفسك. هلا انا وقت بدي امشي بحاله الاكتئاب وعمم والدنيا انتهت والى اخره، انا عم بقضي على حالي، بس الحياة ماشيها، الحياة مو واقفة عليك، يعني بنفس الوقت الآن نحن اللي في ناس الآن مكتئبة وقاعدة بالبيت وحاصرة حالة، في ناس من الصبح من الساعة 7 عم تطلع على بيتها. بكل عائلة هاي الشخصية هاي النفسية إنه حدا مكتئب ومو متحمل شو عم بيصير، وحدا تاني عايش حياته، فكيف هذا اللي عايش حياته ومبسوط وعم بيحاول ينبسط بهالأيام الصعبة اللي عم نعيشها، كيف ممكن يخلي الشخص اللي من عائلته الغالي عليه القريب منه إنه يقدر يتخطى ويعيش حياته بسعادة، يعني وينسى الهموم والمشاكل هلا اللي فترة؟
احنا بدنا نحول الانسان بمفهوم التركيز. يعني شوفي مثلا انا وقت بركز على شغلات ايجابيه صارت، تمام، انتم بالاعلام مثلا بتشوفوا مثلا انسان سوى حديقه بتركزوا تمام. عليه مشان شو؟ تشجعوا الناس انه في ناس عم تشتغل، تمام. ناس مثلا عندها عاهه معينه او اعاقه معينه وعملت شيء بتركزوا عليها. شو الغايه من هذا الموضوع؟ اني انا خليكي تركزي على الايجابيات حتى تكتسبي الايجابيات وتعمليها. هلا وقت انت بتركزي على السلبيات مثل القنوات الاخرى اللي عم تضخ مثلا ضغط نفسي على الشعب السوري، عم تركز على السلبيات حتى يصير جزء هو منا. دائما الانسان بيصير جزء من الشيء اللي عم يحيله. يعني انا وقت بقعد مثلا بقرنه ما هي نظيفه، يعني قمامه وين ما كان، فاذا كان بجيبتي محرمه صرت انا جزء من السلبيه، ممكن يعني شو حتاثر المحرمه او كذا، لكن بتحطيني بقرنه مثلا كلها نظافه وتعقيم وكذا، اي والله اذا كان يعني واحد عم يدخن سيجاره معي بجوز يحرق جيبته ولا بيزتها على الارض، فهو جزء من الشيء اللي حواليه، وبالتالي انا بدي اركز له لهذا الانسان على الاشياء الجميله، على الاشياء الجيده، اتح له فرص. انه احيانا بيكون الانسان المكتئب، الانسان المنعزل هو مستفيد من هذا الامر. يعني بتلاقي في ناس مثلا تبنت الحاله لانه في عندها مكاسب ثانويه. مثلا انا جتني حاله من الاكتئاب مثلا، هي بصراحه ما فيها شيء، بس هي صانع الاكتئاب وكل الاطباء عجزوا عليها. شو السبب؟ اكتشفت انه هي بفضل الاكتئاب اللي هي فيها اخذت الاهتمام من ولادها، فخايفه تترك الاكتئاب يقوم ولادها ينصرفوا عنها. في مكاسب ثانوية، لاحظتي كيف؟ فكل إنسان مثلا بالحالة اللي هو فيها محقق مكاسب عم تخليه يتمسك بالحالة، مشان هيك بيزيد الاكتئاب كل يوم ورا يوم بيبدع ورا يوم فيه. بيبدأ لأنه العقل سمر ما بيعرف إلا النجاح. فإذا كنتي أنت مثلا تبنيتي فكرة الاكتئاب ولقيتي في إلك فائدة، يعني أنا إذا ما اكتئبت بيجي بكرة بيقولوا لي قوم اشتغل، إذا ما اكتئبت أخي اللي عم يعطيني مصاري ما عاد يعطيني، تمام. تمام، إذا ما اكتئبت بجوز يطالعوني من البيت، أهلي يقولوا والله أخي بدنا الورثة يطلع من البيت، تمام. فأنا هلا بحكم الاكتئاب قالوا اتركوا لأخي هذا البيت مثلا، فهو مروق بهالحالة هي، لاحظتي كيف؟ فكل إنسان بيمشي بالحالة مستفيد منها بيقوم ببدع فيها، فبتلاقي أول شيء اكتئب نظره، بعدين انحنى ظهره، بعدين صار ما عاد يقوم من على الفرشة، بعدين ما عاد اعتنى بحاله، ليش؟ أنه بده يبغي مزيد من النجاحات في الاكتئاب، والعقل مثل ما بتعطيه بينجحك، يعني تمام. بدك تكوني جميلة بخليكي جميلة بإبداع، بدك تكوني مكتئبة كمان بخليكي مكتئبة بإبداع. خلينا نحكي عن أهمية اليوم إنه تطوير الذات، قديش مهم لتقوية الإرادة عند الشخص. يمكن كل حدا تطور بمجالات عديدة ودخل إلى العمل، إلى المدرسة، إلى أي شيء بده إياه. اليوم إذا كان صاحب خبرة، وقد هي الخبرة بتعطيه إرادة وبتقويها. تماما. هلا أنت دائما مثل ما يقول مثلا الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان دائما إذا أنت عم تشتغلي مهنة تمام وما تعرفي منها شيء أو بتعرفي جزء، بتلاقيكي عم تخدميها بخوف، بقلق، عم تأدي أداء. يعني مثلا مطرب ما عنده خبرة بالأنغام والمقامات والآلات الموسيقية وكذا، فبتلاقي بيمسك الميكروفون هو خايف منه، مو مصدق إمتى يخلص الغنية ويمشي. مثلا لاعب كرة قدم يعني بالواسطة فات على الفريق فما عنده هذيك الخبرة، أول ما بتيجي الطابة اللي عنده ما بصدق إمتى يخلص منها. بينما الإنسان بيتقن هذا العلم، هاي المهنة اللي هو فيها من كافة أركانها، بيصير ببدع فيها، بيصير ما بصدق إمتى تيجي الكرة اللي عنده حتى يرجيكي لعبة جديدة، حركة جديدة، باص جديد. مثلا بيصير هذا المطرب وقت بيكون هو متقن بيصير مثل جورج وسوف، جورج وسوف بيلعب بالميكروفون لعب، لاحظتي كيف انحكى حكي بيطير عقول العالم، ليش؟ لأنه متقن هذه المهنة. ثقته قوية تماما، وبتلاقيه بتنقل يعني مثل الغزال بين غصن لغصن، من نغمة لنغمة ومن غنية لغنية، ليش؟ ممتلك هذا العلم. كذلك صباح فخري مثلا، وهكذا. لذلك أنا بقول لكل الإنسان عم يتابعني الآن، حتى أنت ترتاح وتكون فعلا مرتاح بالحياة لازم تكون مبدع بمهنتك، تعرف عنها كل يوم شيء جديد، تقرأ فيها، تشوف وين المدى اللي وصل فيها، تجرب، تختلط بالخبراء بهذه المهنة، أكيد. تطور حالك حتى الناس ما تمل. يعني حتى الأداء سبحان الله إذا كان نفسه 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 المشاهد أو المتابع أو حيمل، بده شيء جديد. أكيد الروتين هو ما حلو بأي شيء بالعمل ولا بأي شيء بحياتنا العادية واليومية. خلينا نحكي نصائح أخيرة لكل حدا عم يسمعنا ليقدر يبلش صح، ليقدر يبني مستقبله صح، ويبني كمان الشيء المهم
الأهم والأهم أنا برأيي نفسيته وشخصيته ليكون شخص إيجابي وينشر طاقة إيجابية وين ما كان. بالتأكيد. هلأ أنا بدي أسألك اليوم مثلا نحن نهار الثلاثة بنفس التاريخ اليوم السنة الماضية، أنت شو كنتي؟ كنت عم تبكي؟ كنت ضحكانة؟ كنت فرحانة؟ أكيد أنت نسيتي، بالتالي الأيام كلها حتنضها. أكيد لاحظتي بالرغم أكيد من كل إن شاء الله. الظروف. فأنا بدي أقول للناس إنه عيني الأيامات ماضية، فإن قضيتها بحزن وكآبة وقلق واكتئاب ماضية، وإن قضيتها بفرح ماضية. لذلك إذا كنت مفروض عليك الحياة فعيشها صح، عيشها بسعادة، مو شرط إنه يكون عندك كثرة، الشرط إنك تستمتع بما لديك وإن كان قليل. في ناس عندها كثير لكن صار عبء، لاحظت كيف؟ وفي ناس عندها قليل مستمتعة فيه، في ناس عندها مزارع لكن انجلطت لأنه مثلا هكلت هم المي، انصاب الزرع مثلا بمرض معين، وفي ناس عندها حديقة بالبيت أو كم شيء في تزريعة تعدي قدامهم هالوردات هالفلة هالياسمينة بيطيروا العقل. أنت المهم تستثمر ما لديك وتطمح أكيد. لتطوير ذاتك لتحسين الأمر. اوعى تفكر أنه الحياة حتسكر بوابها، اوعى تفكر أنه الحياة يعني واقفة عليك، الحياة ماشية والناس عم تعيش، والحياة مهما كانت بتتم حلوة. الواحد ما يفكر بالماضي ولا يفكر شو حيصير معه بالمستقبل، يفكر بالوقت الحالي باللحظة اللي انت فيها ينبسط فيها. بنتشكرك على معلوماتك، بنتشكر على صباحك وطاقتك الحلوة اللي نشرتها بصباحنا غير اليوم. خلي لي اياكي سمر، شكرا ليا وشكرا لهذا الكادر الجميل من وراء الكاميرات، والشكر الأكبر للمتابعين وخاصة من شعبنا اللي بسميه شو شعب الصابرين الجبارين. أكيد. واللي بيمتلك إرادة كتير كبيرة. شكرا كتير لك، ودائما بنقول بكرة أحلى وأحسن إن شاء الله يا رب.